من هو ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم، وما هي قصته؟ ذو القرنين ملك صالح في أول الزمان، وملك المشارق والمغارب كما ذكر الله خبره في آخر سورة الكهف، بلغ مشرق الشمس وبلغ مغرب الشمس، وكان يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، نعم. وبنى السد بين الصدفين وهو سد يأجوج ومأجوج، لأن هذه أمة خبيثة تفسد في الأرض لو تمكنت من السير فيها، فالله عز وجل أعان هذا العبد الصالح وهذا الملك الطيب فأقام هذا السد العظيم الذي حال بين هذه الأمة الخبيثة وبين الانسياح في الأرض، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل عند قيام الساعة فيندك هذا السد ويسيح هذا الخلق المفسد في الأرض، ويحصل فيها ما يحصل مما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الحاصل أن ذا القرنين هو ملك صالح مجاهد داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله مكن له في مشارق الأرض ومغاربها ووسع له الملك في الأرض. نعم، بارك الله فيكم.